السلام عليكم إخواني إخوتي، مرحبا بكم جميعا في هذا الفيديو الحصري والعجالة. أقول حصري وعجالة لأنه يعني فقط يعني بعد يوم أو يومين من خروج هذا الخبر، فارتأيت يعني بعد قراءة الخبر والتأكد من الخبر، ارتأيت أن أنقل لكم هذا الخبر بحذافيره، و أجبرت نفسي يعني لعمل هذه الفيديو على الرغم من انشغالاتي وتعبي نوعا ما. المهم، هذا يعتبر خبر صادم يعني بخصوص الهجرة إلى كندا عبر مون بروجي كيبك أو مشروعي بالكيبك أو النظام الجديد الذي استحدثته وزارة الهجرة الكيبكية حديثا لتعويض النظام القديم القائم على النظام الورقي. هذا النظام الجديد الذي يعني عرفناه سابقا والذي نقوم فيه بتعبئة حسابنا مون بروجي كيبك، وكذلك وضع المعلومات الشخصية، فتح حساب، إلى ما ذلك من الأمور. إذ يعني الخبر الصادم الذي تناولته أشهر الصحف الكندية هو الجورنال دو موريال، هو صحيفة مشهورة في الكيبيك، الذي عنوان بالبند العريض، يعني عنوان بالبند العريض بأن يعني هذا هو العنوان: Le ministère de l'immigration n'a étudié aucune demande reçue en ligne en un an. وزارة الهجرة الكيبيكية لم تدرس ولا ملف منذ إدخال هذا النظام الإلكتروني حيز التنفيذ منذ حوالي سنة. يعني وزارة الهجرة على الرغم من قبول بعض الملفات وقبول بعض الحصص ب 5000 حصة، يعني لم تدرس ولو ملف واحد فقط، يعني جميع الملفات موضوعة جانبا، جميع الملفات الإلكترونية لم ينظروا لها حتى. إذن هذه أكبر يعني نقطة سلبية لوزارة الهجرة في تاريخها، يعني هذه أكبر نقطة سلبية لوزارة الهجرة الكيبيكية في يعني تاريخها. يعني لو ميدي لو مينيستير دي ليميغراسيون دو لانكليزيون دو لانكليزيون دو لا ديفيرسيتي دو لانكليزيون ارتكبت خطأ جسيما في حق يعني المترشحين للهجرة، وذلك بعدم دراسة ملفاتهم، ولم تأخذ هذه الملفات على محمل الجد، يعني وتقول بأن هؤلاء الأشخاص يعني ينتظرون يعني دراسة ملفاتهم إلى ما ذلك. إذا لاحظوا معي هنا في الخبر من كتابة شارل لكافاليي، وهو خبر يعني حديث جدا بتاريخ يوم الخميس 120 سبتمبر 2017 10:14 دقيقة صباحا. يقول: Le nouveau site web lancé par le gouvernement Couillard pour traiter les demandes d'immigration ne remplit pas ses promesses, alors qu'aucune candidature reçue en ligne n'a été étudiée en plus d'un an, dévoile la protectrice du citoyen. يعني يقول بأن هذا الموقع الجديد الذي تم استحداثه من طرف حكومة كويار لمعالجة ملفات الهجرة وكذلك لم يلبي وعود الوزارة، حيث لم تتم معالجة أي ملف للمترشحين، وذلك لما يزيد عن زهاء سنة. يتبع ذلك: au 31 mars 2017, soit plus d'un an après la mise en place de ce portail, يعني بعد يعني بتاريخ تحديدا 31 مارس 2017 تاريخ انشاء هذا النظام، يعني بعد سنه تقريبا من انشائه. Le ministère de l'immigration a indiqué que ce sont les demandes soumises avant le 31 décembre 2015 en format papier qui sont présentement en traitement en attente de traitement. يعني كارثة بكافة يعني معانيها. يعني تقول وزارة الهجرة في حد ذاتها، هي شخصيا وزارة الهجرة تقول بأنها يعني تعالج ملفات الورقية يعني لو دوموند ان بابيي اون فورما بابيي التي تم استقبالها يعني بتاريخ 31 ديسمبر 2015 فقط، يعني تقوم بمعالجتها أو تنتظر المعالجة. أما ذلك النظام الجديد فحدث ولا حرج. ويتبع الكاتب: Québec disait que mon projet Québec était un nouveau système, les délais de traitement moyens ne sont pas encore disponibles. وتقول الكيبك بأن هذا المشروع هو برنامج جديد أو نظام جديد، غير أن مدة معالجة الملفات المتوسطة ليست متوفرة لديهم. إذن كارثة تضاف إلى كوارث وزارة الهجرة الكيبكية، هي في حد ذاتها يعني دراسة
5000 يعني قبول 5000 ملف عبر العالم، يعني وفي ظل العدد المتزايد لطلبات الهجرة، وكذلك حتى في ظل احتياج يعني حاجة سوق العمل الكيبيكي للعمال المهرة والعمال الأجانب، يعني والعديد من مئات الآلاف من الملفات يعني التي يتم التقدم بها، إلى أنه يتم يعني قبول فقط 5000 ملف. و الكارثة الأكبر من ذلك هي يعني يتم قبولها عشوائيا هكذا عن طريق الكمبيوتر. إذا ما زاد الطين بلة لهذا النظام الإلكتروني الجديد من بروجي كيباك هو عدم دراسة أي ملف، ولا ملف واحد تم اختياره حسب السحب أونلاين لحد الآن. والخبر صحيح ومؤكد إخواني، كما يعني عنونت يعني هذه الجريدة المشهورة. إذا الخلاصة التي يمكن أن نستنتجها هو أن هذا النظام لم يؤتي بثماره أبدا ولم يفلح بتاتا. وهناك أنباء، يعني الخبر المفرح، هناك أنباء يعني تشير إلى عودة النظام القديم الذي يعني مررنا به نحن شخصيا. هذا النظام هو النظام الورقي لي دوموند اون بابيي لطلب شهادة الانتقال الخاصة بالكيبيك سي اس كي، وكذا زيادة عدد المهاجرين إلى كندا، لأن كندا يعني كانت ولا تزال بحاجة ماسة للأيدي العاملة الأجنبية، خصوصا الأيدي العاملة أو المهرة. إذا أردت فقط أن أنقل لكم هذا الفيديو، يعني لأنقل لكم هذا الخبر الصاعقة الكارثة، سموه كما تشاءون، هو خبر محبط جدا حتى لي أنا شخصيا، والله يحبطني هذا الخبر، لكن فيه بادرة خير إن شاء الله. ربما يعني سوف يقومون بالعودة إلى النظام القديم، والذي أثبت يعني جدارته وفعاليته. النظام القديم هو نظام ممتاز جدا، يقوم على اختيار حسب الكفاءات، وكذلك يعني حتى الانتظار فيه تكون أنت على علم بمدة انتظار ملفك، أو على علم تقريبي بمدة انتظار ملفك والحصول على شهادة الانتقال الخاصة بالكيبك. إذا هذا الخبر الذي أردت يعني نقله إليكم أحبائي، سيداتي يعني سادتي، هذا الخبر الجديد، خبر بتاريخ 28 يوم الخميس فقط. نتمنى من وزارة الهجرة أن تتحرك وتبادر بدراسة ملفات يعني أصحابها، لأن الناس يعني تنتظر وتنتظر كثيرا وكثيرا، يجب أن لا يتركونهم معلقون هكذا في انتظار أخبار جديدة إن شاء الله سنوافيكم بها. إلى فرصة أخرى إن شاء الله، تقبلوا مني تحياتي واحتراماتي، وسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.